وهو شوط الكاس بانتظار انطلاقتي وإعلان أول الأشواط بفترتنا الصباحية 15 من فبراير لعام 2016. هذه الاستعدادات مشاهدينا متابعينا بكل مكان لانطلاقة هذا الحدث بمهرجان سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. الشعارات الحاضرة من أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في هذا الشوط الرئيسي، فنتمنى للجميع التوفيق والنجاح. بسم الله وعلى بركة الله، انطلاقة الشوط الأول، أول المتحدين وأول المتنافسين ضمن هذا المهرجان، وثاني أيامه، ثاني أيامه ينطلق شوط اللقاية، شوط اللقاية البكار الرئيسي وشوط الكاس، بالإضافة إلى السيارة التي رصدت لصاحب المركز الأول متوجا بناموس هذا الشوط. هذه الانطلاقة وها هي شعارات أبناء مجلس التعاون الخليجي المشاركين ضمن هذه الفعاليات وضمن هذه التحديات المنافسة المشرفة التي جمعت هذه الشعارات في ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته. مقدمة الشوط المركز الأول هناك متعبة لعبد الرحمن بن حميد بن علي الاكتبي، يتواجد هذا الشعار على مقدمة الشوط مع المركز الأول، أول المنطلقين العانين من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا الشوط. انتقل مباشرة إلى المركز الثاني، هناك من يصل في هذه اللحظات، انتفاضة لجاسم بن حمد بن خليفة العطية، الله الضيف العاني من قطر، من دولة قطر الشقيقة وتحديدا من ميدان التحدي. مرحبا بالضيوف الحاضرين في هذا المهرجان، حمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع انتفاضة بعملية التضمير. المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات، هناك اتصالات لخميس بن عيد بن سالم الراشدي مع المركز الرابع أو المركز الثالث. المركز الرابع هناك تصل في هذه اللحظات اللي وصلتنا أيها الأخوة رياسة لسعيد بن سالم بالمر العامري، تتواجد على المركز الرابع. والمركز الخامس وصلت فيه لمحمد بن مهير بن سعيد المزروعي. هذه نتيجتنا أيها الأخوة الخمسة المراكز الأولى. نداؤنا الأول للمتواجدين والحاضرين في هذا الرمز الغالي وشوط الكاس اللي تبى تحبس فيه الأنفاس مع الفترة الصباحية. مقدمة الشوط المركز الأول غيرت انتفاضة، انتفاضتها صعبة، انتفاضتها صعبة مع المركز الأول منطلقة وعانية من ميدان التحدي إلى ميدان الشهيد للمشاركة في هذا المهرجان وهذا الكرنفال الكبير. انتفاضة للسيد جاسم بن حمد بن خليفة العطية مع مقدمة الشوط وأول المراكز، يتواجد هذا الشعار بآمال وطموحات. انتفاضة اللي مسيطرة على مركزها، مسيطرة على موقعها، لكن المركز الثاني وصلت فيه لمحمد بن مهير بن سعيد المزروعي، الله الله، هذه في وانطلاقتها مشاهدين الأعزاء مع المركز الثاني لمحمد بن مهير بن سعيد المزروعي. المركز الثالث اللي وصلت في هذه اللحظات متعبة لعبد الرحمن بن حميد بن علي الاكتبي، يتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع غازية، غازية وعينها، عينها على الكاس، عينها على الكاس لعلي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، يتواجد مع المركز الرابع. الضيفة، الضيفة العانية
من المملكة العربية السعودية أهالي المملكة وطموحاتهم مع هذا الشعار. أيضا دايم تحصله بالرموز. اليوم يوم الكاس، اليوم يوم الكاس، لكن والله شفت الشعار واصل مع المركز الخامس. وصل شعار المنصوري هناك قنا أو الغربية مع المركز الرابع أو المركز الخامس لمحمد بن زايد المنصوري. أول ندى للغربية. هذه الخمس المراكز الأولى، وأعود وياكم إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول مع المزروعي. الله الله، هذه في مع المقدمة لمحمد بن مهير بن سعيد المزروعي، يتواجد على مقدمة الشوط مع المركز الأول بانطلاق واندفاع. في مع المقدمة، لكن وصلت في هذه اللحظات. هناك رياسة مع المركز الثاني لسعيد بن سالم بالمر العامري، يتواجد مع ثاني المراكز بتواجد هذا الشعار. المركز الثالث، وصلت غازية الكاس لعلي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري، يتواجد مع المركز الثاني. الله يا أهالي المملكة مع المركز الثاني. ولكن الدوحة، وصلوا أهل الدوحة مع انتفاضة لهناك أيضا لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. أو هناك مشاهدين الأعزاء، لا زالت انتفاضة مع المركز الثالث لجاسم بن حمد بن خليفة العطية. لكن وصلنا إلى مذيق الاتحاد، أول العابرين. يا سلام، هذه المعركة ما بين رياسة وما بين غازية، المعركة طاحنة. الكاس وين؟ حاير ما بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. الكاس حاير ما بين هذه الشعارات. هناك مقدمة الشوط، هناك رياسة وهناك غازية ورياسة. اللحظات الأخيرة المتبقية على نهاية هذا الشوط. الله، هذه مشاهدينا الأعزاء، رياسة مع المركز الأول للسيد سعيد بن سالم بالمر العامري مع المركز الأول. الكاس الرمز يذهب مع أيضا الرياسة والكاس. الكاس يعشق الرياسة والرياسة تعشق الكاس. هذه الرياسة مشاهدين الأعزاء، رياسة لسعيد بن سالم بالمر العامري. تهانينا وألف مبروك، هذه اللحظة وصولها إلى خط النهاية. المركز الثاني غازية لعلي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري. المركز الثالث من وصلت مشاهدينا متابعينا بكل مكان. المركز الرابع والمركز الثالث وصلت أيضا مسيكة للسيد خليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الرابع وصلت انتفاض لجاسم بن حمد بن خليفة العطية. المركز الخامس وكان من نصيب فيل محمد بن مهير بن سعيد المزروعي. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام للأخوة الفائزين، وتحديدا من حصل على الكاس بهذا الشوط. تهانينا وألف مبروك للسيد سعيد بن سالم بالمر العامري على فوز رياسة وحصولها على الكاس. والفترة الصباحية والشوط الرئيسي يذهب مع رياسة. أوطاننا بأمان والحمد لله وبيوتنا من
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المشاركة واستعداد حقيقة الجميل من هذه الانطلاقة، وكذلك أيضا دور المشاركة. طبعا براشد، الشوط الأول بعد انتهائه، الشوط الأول نهني ونبارك دولة الإمارات العربية المتحدة على حصول هم على ثاني رمز في هذه البطولة، وتهاني تبريكات ذهبت إلى سيد سعيد بن سالم مر العامري على حصول الرئاسة على الكأس، كأس الشوط الرئيسي اللي جاي بكار، فنهنيه ونبارك على هذا الإنجاز وعلى هذا الفوز. وهذا ثاني رمز يذهب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من رموز